الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوثيق الدقيق لجهود الدولة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية. السيسي يوجه بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي. مدبولي يعلن عن تكليف من الرئيس السيسي بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر. الواحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية. توجيه الرئيس السيسي جاء خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين، وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وجه الرئيس السيسي بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011. وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة. ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولا في مصر والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلا عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع. وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنمية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. الاجتماع شهد متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية. كما وجه
السيد الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع ترتيب أولوياتها وفقا للمحافظات الأكثر احتياجا والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18 إلى 45، فضلا عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل 1,000,000 مشروع متناهي الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني. كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. انطلقت فعاليات الدورة 13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، والتي تستمر حتى اليوم بمقر وزارة الخارجية. يتضمن جدول أعمال اللجنة بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين، بالإضافة إلى موضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات. من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في اللجنة السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وليبيا، على أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائما ما جمعت بين البلدين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي كلف بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة المزايا التنافسية بها، مشيرا إلى أن المنطقة تعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية واللوجستية في العالم. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اطلع رئيس الوزراء على موقف المشروعات الاستثمارية بالمنطقة. أضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء المستشار نادر سعد أن المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس والمدرجة بموازنة العام المالي 2020-2021 تتضمن رفع كفاءة الظهير الخلفي لأرصفة ميناء ديبة وتطوير ميناء الطور وأعمال البنية التحتية لمنطقة وادي التكنولوجيا وغيرها من المشروعات.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والبترول، حيث تم بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر والتي تؤهلها لأن تصبح أحد أكبر مصادر الطاقة. كما تم التأكيد على أن هناك فرصا واعدة لدى مصر للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانتها في خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي. نقل المركز عن وزارة الصحة أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيا، موضحا أنه قد تم نفي تلك الشائعة سابقا بتاريخ 27 من مايو لعام 2020. أشارت وزارة الصحة إلى أنها لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مشددة على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتحويلهم دخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وذلك حسب تصنيف الحالات، حالة تأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة. بمناسبة أسبوع المرور العربي واليوم العالمي للمرور، نشرت وزارة الداخلية تقريرا عن أوجه التطوير والتحديث بمنظومة المرور في مصر. اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وأنشئت محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية، وتحرص وزارة الداخلية على مواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية، بما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاة على الطرق والمحاور التي تم تطويرها. وتعمل تلك المنظومة المرورية المتكاملة التي تطبقها وزارة الداخلية وفي مقدمتها أنظمة المراقبة الإلكترونية الحديثة في تحقيق أقصى درجات الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق، عشان سلامتك تهمنا وحياتك أغلى شيء عندنا. قالت وزارة الخارجية إن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا ستعقد خلال الفترة من 5 إلى 6 من مايو الجاري في القاهرة. أوضحت الخارجية في بيان لها أن المشاورات ستعقد برئاسة السفير حمدي سندلوزة نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركية، مشيرة إلى أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. أكد السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن أن تكرار ممارسات أثيوبيا الإحادية في أحواض الأنهار سيكون له تبعات وأثار جسيمة في نهر النيل. وخلال مشاركته في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية قال زهران إن مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذرا من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر، وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ
على نحو لا يمكن احتوائه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه. واعتبر زهران أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة. شدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار الممارسة الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضا، وأن ذلك يعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري. انعقدت جلسة مباحثات رسمية بين السودان وإريتريا، حيث ترأس الجانب السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية، فيما ترأس الجانب الإريتري الرئيس أسيس أفورقي، وذلك في القصر الجمهوري بالخرطوم. أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما أعرب البرهان وأفورقي عن تمنياتهما بمعالجة القضايا التي تهم المنطقة عبر الحوار والتفاوض. استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. قدم البرهان توضيحا لوفد الكونغرس حول رؤية السودان لملف سد النهضة عبر الحوار، وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع إثيوبيا. من جانبه أكد وفد الكونغرس دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي. كما التقى وزير الري السوداني ياسر عباس مع وفد الكونغرس الأمريكي لمناقشة قضية سد النهضة. وخلال الاجتماع قدم الوزير السوداني عرضا شاملا لموقف وخيارات السودان حول هذه القضية الكبيرة والأثر على الأمن القومي السوداني واقتصاد وحياة مواطنيه. وأكد الوزير للوفد الأمريكي أن سد النهضة يمكن أن يصبح نواة للتعاون، لكن بشرط التوافق بين الدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة باتفاق ملزم. من جانبه أكد الوفد الأمريكي استعداد بلاده للعب دور فعال في هذا الملف والمساهمة في الحث والتشجيع على التوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف. ألغى الاتحاد الأوروبي خططا لإرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية الإثيوبية الشهر المقبل. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الشروط المتعلقة بأنظمة الاتصالات واستقلال البعثة لم تحقق، معربا عن أسفه لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أي بعثة لمراقبة الانتخابات في إثيوبيا. أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الولايات المتحدة، موضحا أن البلدين تربطهما قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة. أضاف بن زايد في تغريدة عبر تويتر أنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه أوضح البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال الاتصال على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والإمارات، كما شدد على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب. يقوم اليوم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بزيارة إلى العاصمة الرياض، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. من المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، خاصة الوضع في اليمن وسوريا.
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة الالتزام بإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل. وخلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش، قال صالح إنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار المجلس القضائي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد أدبيبة مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح في العاصمة طرابلس سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء أكد الوزير الكويتي موقف بلاده الداعم لليبيا وكافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها. صادق البرلمان التونسي على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية والتي تعطل تأسيسها منذ 2015، وذلك في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن مدى دستورية القانون، حيث كان الرئيس سعيد قد رفض قبل شهر التصديق عليه بدعوى وجود خرق للأجال القانونية. وتتكون المحكمة من 12 عضوا ثلثهم ينتخبهم البرلمان، لكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، وتطرق اللقاء للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عملية وناجحة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبي تطلعاتهم. شدد قيس سعيد على ضرورة البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب التونسي، كما أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من الوضع الحالي والذي تعيشه تونس، وشدد على أنه لا بد أن يكون حوارا مختلفا عما عرفته تونس في الأعوام الماضية. حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزارة الخارجية على دفع المانحين الدوليين لسد نقص يبلغ 2.5 مليار دولار في المساعدات لتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن. وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن نحو 50,000 في اليمن يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، كما أن هناك 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من ذلك. قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخين على الأقل سقطا على قاعدة عين الأسد الجوية والتي تقع في غرب العراق وتستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى. أوضح الجيش العراقي أن سقوط صاروخين لم يتسببا في وقوع إصابات. استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة في العراق. يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريا زيارة إلى لبنان غدا الخميس، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الحكوميين. تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكانية فرض عقوبات والتقدم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصر في لبنان رياض سلامة.
أعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس رأوفين ريفلين أنه غير قادر على تشكيل حكومة جديدة وأعاد إليه كتاب التفويض. أوضح المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية أن ريفلين سيجري اليوم اتصالات بالأحزاب الممثلة في الكنيست بشأن استمرار عملية تشكيل الحكومة. من جانبه ألقى نتنياهو باللوم على زعيم حزب يمينيا الإسرائيلي اليميني المتطرف بسبب رفض الأخير التعهد بتشكيل حكومة مع اليمين فقط. أفادت نتائج أولية بفوز اليمين الإسباني وزعيمته الصاعدة إيزابيل دياز في انتخابات البرلمان بمنطقة مدريد متقدمة على الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وذلك بعد فرز أكثر من 50% من بطاقات الاقتراع. أظهرت نتائج حصول إيزابيل على 63 مقعد من أصل 136 تألف منها البرلمان حاصدة أكثر من 43% من الأصوات. أعربت مصر عن تعازيها لدولة المكسيك في حادث انهيار جسر مترو معلق في جنوب العاصمة مكسيكو سيتي. من جانبها أعلنت السلطات في المكسيك ارتفاع حصيلة حادث المترو بالعاصمة إلى أكثر من 20 قتيلا فضلا عن إصابة العشرات. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62,500، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى والذي فرضه دونالد ترامب يبلغ 15,000. بعد حملة انتقادات واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة سنوياً. ووفقاً لذلك القرار، سيتم السماح بدخول 62,500 لاجئ إلى الأراضي الأمريكية، بعدما كان مسموح بدخول 15,000 فقط في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. بايدن قال إن هذا القرار يمحو العدد المنخفض تاريخياً الذي حددته الإدارة السابقة، والذي لا يعكس قيم الولايات المتحدة بوصفها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم. وأضاف أن السقف الجديد سيعزز الجهود الجارية بالفعل لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على قبول اللاجئين حتى تتمكن من الوصول إلى قبول 125,000 لاجئ، والذي اعتزم تحديده للسنة المالية المقبلة. تأتي تلك الخطوة بعد انتقادات لاذعة تعرض لها بايدن من قبل مجموعات اللاجئين وأعضاء حزبه، إذ تعهد خلال حملاته الانتخابية بمضاعفة عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة، لكنه بدلا من ذلك اختار الإبقاء مؤقتا على السقف الذي حدده سلفه الجمهوري بعدما واجهت حكومته صعوبات في التعامل مع زيادة المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يطلبون اللجوء عند الحدود المكسيكية. قرار بايدن الجديد سرعان ما رحبت به لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليه حزبه الديمقراطي، إذ قال رئيس اللجنة إنه خطوة مهمة في مواصلة تقليد أمريكي لتوفير الحماية للاجئين من خلال إعادة توطينهم. ويطال هذا البرنامج فقط اللاجئين الذين اختارتهم وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية من مخيمات الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم لتوطينهم في الولايات المتحدة، خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا. يعقد وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ يونغ اجتماعا ثلاثي الأطراف مع نظيريه الأمريكي والياباني اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات وزراء خارجية وتنمية دول مجموعة السبع في لندن. سيبحث المسؤول الكوري الجنوبي مع نظيريه تدابير استئناف محادثات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية المتوقفة بين واشنطن وبيونغ يانغ. كما من المتوقع أن يناقش الأطراف الثلاثة كيفية دفع كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1090 حالة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة. أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 567 متعافيا من الفيروس
من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 173 ألف حالة. صدق مجلس الوزراء العراقي في جلسته على توصية اللجنة العليا للصحة وسلامة الوطنية بفرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام، وذلك اعتبارا من 12 من مايو حتى 22 من مايو. وقال بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي إن القرار جاء للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي، وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة زيادة كبيرة بأعداد الإصابات في العراق. حذرت الصحة التونسية من أن الوضع الوبائي في البلاد المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد أكثر من حرج. نوهت الصحة التونسية بأن السلالة البريطانية هي الأكثر انتشارا خلال الموجة الثالثة الحالية، لافتة إلى اكتشاف سلالات أخرى في بلدان مجاورة، ما يجعل البلاد في أعلى مستويات الحذر. تعيش الهند على واقع ارتفاع قياسي لأرقام الإصابات والوفيات جراء موجة ثانية من فيروس كورونا، رغم نجاح نيودلهي بتلقيح 150 مليون شخص، إلا أن نظامها الصحي فشل في تجاوز الأزمة. هكذا بات الحال في الهند، مستشفيات مكتظة بالمرضى وسط نقص في الإمدادات الطبية، وعلى رأسها اسطوانات الأكسجين. ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث يواجه النظام الصحي والذي يفتقر إلى الموارد وغير المهيئ لمواجهة هذا الوضع، يواجه نقصا كبيرا في الأسرة والأدوية والأكسجين، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند من 20 مليون منذ بداية ظهور الوباء. أحصت الهند، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وتواجه موجة وبائية ثانية شديدة، 8 ملايين إصابة جديدة منذ نهاية مارس، وفقا لبيانات رسمية يعتقد العديد من الخبراء أنها أقل من الواقع بكثير. أطلق العديد من المستشفيات خصوصا عبر شبكة التواصل الاجتماعي نداءات للحصول بشكل عاجل على إمدادات الأكسجين، ونبهت عيادة للأطفال في نيودلهي إلى نقص الأكسجين فيها، حيث يواجه ما بين 25 إلى 30 من الرضع والأطفال المرضى خطر الوفاة. وتتوالى وصول المساعدة الطبية من أكثر من 40 دولة على الهند، خصوصا مولدات الأكسجين وأجهزة التنفس. كما يأتي ذلك في الوقت الذي أتاحت فيه الهند التطعيم لجميع السكان البالغين الذين يبلغ عددهم حوالي 600 مليون شخص، لكن هناك ولايات تعاني نقصا في اللقاحات. تبدأ الولايات المتحدة حظر السفر من الهند بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة، وسيجرى تعليق الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في الهند في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، ولن ينطبق هذا على مواطني الولايات المتحدة والأجانب الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة والدبلوماسيين وفئات أخرى. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك 150 مليون أمريكي حصلوا على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد تلقي لقاح كورونا في مختلف الأعمار. نرى عدد اللقاحات ازداد في كل شريحة سكانية، وهناك المزيد من الأمريكيين الذين يرون أصدقائهم يحصلون على اللقاح ويقررون بأنفسهم الحصول على اللقاح، جمهوريون، ديمقراطيون، تقدميون، محافظون، الكل. حقيقة الأمر أن 85% من المسنين حصلوا على الأقل على جرعة واحدة، وفي أنحاء وشريحة عريضة في البلاد تثق باللقاح. الآن نحتاج أن نحرز نفس التقدم
بالنسبة لمن هم أقل من 16 عاما، هناك أيضا أقل من 65، هناك ما بين 20 و30 سنة يعتقد أنه لا يحتاج إلى اللقاح. لا، تحتاجون إلى اللقاح. هناك تخفيض للمخاطر أن تنقل الفيروس إلى شخص آخر، يمكن أن تنقذ حياتك وحياة الناس الذين تحبهم. نحن لا نزال نفقد أو نخسر مئات الأمريكيين أقل من 65 سنة في كل يوم، في كل أسبوع. حتى لو كانت هناك فرصة أن تصاب بمرض شديد، لماذا تخاطر بينما هناك طريقة آمنة لمنع هذا المرض؟ أيضا نعرف أن بعض الناس يحاول أن يقرر هل يعرف كيف يصل إلى مواقع اللقاح. هناك 150 مليون أمريكي حصلوا على اللقاح. تحدث مع الطبيب، مع الناس الذين حصلوا على اللقاح، تحدث مع رجال الدين، مع أناس تثق بهم في المجتمع، اعتمد عليهم للإجابة على أسئلتك. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنه تم توزيع 150 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا حتى الآن في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأضافت فوندرلاين أن التطعيم يزداد سرعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ربع المواطنين الأوروبيين قد تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاح. أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية 1,050,000 مواطن بعشر محافظات على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين. أكدت الوزيرة استمرار حملات التوعية للمواطنين بجميع المحافظات لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس. تشمل التوعية أيضا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وكيفية التسجيل على المواقع الإلكترونية المخصص للحصول على اللقاح. تعتزم الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ ثلاثة برامج تدريب مخصصة لرؤساء الأحياء عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن البرامج التدريبية يستفيد منها 1,550 متدربا عبر 52 دورة تدريبية، مشيرا إلى استمرار التعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المقدمين لخدمات المحليات والمتعاملين مع المواطن بشكل مباشر. نفى وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي ما تردد حول تراجع تصنيف مصر دوليا في جودة التعليم خلال العام الجاري. وقال الوزير عبر صفحته على فيسبوك إنه تابع ما دار على مواقع التواصل الاجتماعي من استنساخ ساذج لخبر قديم يعود إلى عام 2016، مطالبا المواطنين بالحذر من الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تنتشر قبل موسم الامتحانات كل عام. استقبل دكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجليزية السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر للتهنئة بعيد القيامة المجيد. وقال زكي إن اللقاء تضمن حوارا حول أهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة الإنجليزية في مجال التنمية والحوار المحلي والدولي وبناء الجسور، كما تطرق إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر خاصة بعد ثورة 30 من يونيو، مضيفا أن الحوار أشار إلى قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية وما تم إنجازه في هذه المجالات.
أرسلت دار الإفتاء المصرية خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر حول استطلاع هلال شهر شوال. قالت الدار إن استطلاع هلال شهر شوال سيكون يوم الثلاثاء القادم عقب صلاة المغرب، مضيفة أن مفتي الجمهورية سيقوم بتسجيل كلمة بهذه المناسبة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان سبيكة العقارية على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين قيام الشركة المعلنة صروح بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وذلك خشية قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية من دون ترخيص مع الهيئة العامة للرقابة المالية. يواصل المدون الروسي الشهير جوسن جاسانوف زيارته إلى مصر برفقة عدد من المدونين الروس، حيث قاموا بزيارة مدينة شرم الشيخ برفقة أعضاء إحدى الفرق الغنائية الروسية الشهيرة، وأعربوا عن سعادتهم بزيارته لمصر، كما أشادوا بالمناطق السياحية في أنحاء مصر. أكثر ما أعجبني في شرم الشيخ هو الجو الدافئ ومناظر الجبال وغروب الشمس وسط الجبال، وأيضا أعجبني طريق الدخول إلى الجبل، وأدعو الجميع إلى زيارة مدينة شرم الشيخ وأرشح لهم عمل سفاري وسط جمال طبيعة المدينة. شاركت مصر في إعداد الفصل الخاص بشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 والذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، حيث يتناول الفصل أثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان. أوضح التقرير والذي شاركت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر اختلاف حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا بين الاقتصادات في المنطقة، مشيرا إلى أن نسبة الخسارة في مصر كانت محدودة نسبيا نتيجة تجنب الإغلاق الكامل والاستثمار في حزمة تحفيز ضخمة. وصل إلى ميناء الإسكندرية 52 عربة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية والممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة 1,016,050,000 يورو. قال وزير النقل كامل الوزير إن العربات التي وصلت لميناء الإسكندرية ضمن عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 353 عربة. ينفذ بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع الحدائق المركزية كابيتال بارك، والذي يعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم. طلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي والذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات وبمساحة نحو 1000 فدان.
بدأت المحافظات عقب انتهاء الإجازات الرسمية وأعياد الربيع التطبيق الفعلي لمنظومة الترخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة. أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء التطبيق التجريبي لمنظومة الترخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب 27 مركز ومدينة بالمحافظات. منظومة التراخيص الجديدة هتسهل على المواطنين كتير جدا، سرعة في الوقت وسرعة في الأداء وعدم تعامل للمواطن مع الموظف في الإدارات المختلفة. الموضوع هيبقى المواطن بيجي يقدم ورقه هنا في المركز التكنولوجي وبيتبلغ بميعاد استلام الرخصة. النهاردة أول يوم في بداية منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتسهيلات طبعا ان المواطن بيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط. الاول كان ممكن بيروح اكتر من جهه، دلوقتي بيتعامل مع مركز تكنولوجي، بيجيب لنا صوره البطاقه علشان يقدم على الصلاحيه، صوره البطاقه ورسم كروكي، بيتوجه للشباك وبيقدم على شهاده الصلاحيه وبيتم دفع الرسوم الاوليه وارسالها للجامعه، وفي خلال 10 ايام الجامعه بتستصدر شهاده الصلاحيه وبتبعتها لنا مره ثانيه، وبنتواصل مع المواطن تليفونيا وبيجي يستلم شهاده الصلاحيه. هو طبعا النهارده ان شاء الله اول يوم في بدايه المرحله التجريبيه للاشتراطات البنائيه النهارده. يمكن احنا عملنا استعدادات قبل بدايه المرحله النهارده، ان احنا بدانا برضو ان احنا نحط لوحات ارشاديه من خارج المركز على 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 مساحات كبيره، بحيث ان المواطن برضو يجي هيشوف الكلام دوت، بحيث ان لو في حد هيسال عن اي حاجه هيلاقي الكلام موجود، بالاضافه للشاشات اللي هي الالكترونيه اللي موجوده داخل المركز. ارتفعت ارباح شركه ارامكو السعوديه بنتيجه فاقت التوقعات بزياده بلغت نسبتها 30%. اعلنت شركه ارامكو ان صافي الدخل ارتفع الى 21 مليار و700 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري، مرتفعا من 16 مليار و700 مليار دولار قبل عام. أعلنت أرامكو عن توزيعات بقيمة 18 مليار و800 مليون دولار للربع الأول، ومن المقرر دفعها خلال الربع الثاني من العام الجاري. قام متطوعون لبنانيون بحملات تنظيف بحيرة على نهر الليطاني في البقاع الغربي من الأسماك النافقة والتي تأثرت بحجم التلوث الناجم عن مخلفات المصانع. مبادرة مهمة شهدتها لبنان بعد أزمة نفوق أطنان من السمك على شواطئ إحدى البحيرات على نهر الليطاني في البقاع الغربي. متطوعون لبنانيون نفذوا حملات لتنظيف البحيرة من الأسماك النافقة، وذلك بمساعدة وحدات من قوات الجيش اللبناني وعناصر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. بنحاول قدر المستطاع أنه نساعد بهالموضوع لنشيل السمك لحتى لي ما نزيد التلوث اللي صاير بالبحيرة. عم نشيل السمك، بنعمل له حفر منطمه فيه، منغطيه بطبقات كلس، كل طبقة بتنكب بنحط لها طبقة كلس. المنطقة المحيطة بالبحيرة شهدت روائح كريهة ناتجة عن تحلل الأسماك النافقة التي أصبحت جذابة للحشرات والذباب الأزرق. وقال بعض المسؤولين المحليين إن الأسماك نفقت بسبب فيروس، لكن آخرين أرجعوا السبب إلى حدوث تلوث. لحد هلا نحن فينا نقول مسيطرين على الوضع أفضل من لا شيء. عندنا مطارح معينة بس في تحلل اللي هو محل الموج بضرب على الصخر. أعطيك مثل الزاوية هديك، لأنه في الصخر بيجي الموج بيضرب السمك بيتحلل. بالأماكن الثانية عبلش يتحلل بعضه بأفضل لا نقدر نشيله. بحيرة القرعون تعد من البحيرات الملوثة منذ سنوات عديدة في لبنان، وذلك بسبب إفراغ المصانع لنفاياتها في نهر الليطاني الذي يعد النهر الأطول في لبنان. ورياضيا، يستضيف الإسماعيلي اليوم فريق الجونة في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، كما تقام اليوم بالجولة ذاتها مباراة أسوان مع المصري ومصر المقاصة مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون. ستقام جميع المباريات في التاسعة والنصف مساءً.
صعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في إياب دور نصف النهائي. كان سيتي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد. من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 29 من مايو الجاري في إسطنبول. يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفا على نادي تشيلسي الإنجليزي في 9 مساء اليوم في مباراة قوية بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبذلك يكفي البلوز التعادل السلبي للوصول للنهائي. أما الفريق الإسباني فيحتاج الفوز أو التعادل بأي نتيجة أكبر من هدف لهدف. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوثيق الدقيق لجهود الدولة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية. السيسي يوجه بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي. مدبولي يعلن عن تكليف من الرئيس السيسي بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر. وفي الختام لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت actionnews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.